أهلا بكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة. الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. النهاردة في أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، كمان في نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، هتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب وعلى شمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتور منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني إحنا شايفين النهاردة الطقس لا يزال في حالة تقلبات جوية، لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، كمان في أتربة، فتطمنينا بقى أخبار الطقس بالتفصيل من حضرتك النهاردة. بالفعل يمكن احنا دايما في الفتره دي من السنه بنشوف تقلبات جويه من ارتفاع منخفض في درجات الحراره، وبالفعل اليوم هيستمر معانا ارتفاع درجات الحراره على اغلب محافظات الجمهوريه. متوقع العظمى اليوم على القاهره الكبرى توصل 29 درجه مئويه فتره النهار، وده بسبب تاثرنا بمصادر كتل هوائيه قادمه من الصحراء الغربيه، فبالتالي هتؤدي لارتفاع درجات الحراره فتره النهار، زياده فترات سطوع اشعه الشمس اللي بتخلينا نحس اكثر بارتفاع درجات الحراره، والاجواء المائله للحراره خلال فتره النهار على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، اجواء دافئه على محافظات السواحل الشماليه، اجواء حاره على جنوب الصعيد، ده خلال فتره النهار. خلال فترات الليل اول ما اشعه الشمس بتغيب بيحصل انخفاض في درجات الحراره، بيكون ملحوظ اكثر ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. صغر فتره الليل متوقع تكون ما بين 15 و16 درجه مئويه على القاهره الكبرى، فاجواء فتره الليل هتكون اجواء بارده على اغلب محافظات الجمهوريه، بالاضافه ان اليوم كمان هيكون في نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 35 كيلو متر على الساعه، هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه في اقصى غرب البلاد، مطروح والسلوم وسيدي براني، بعض المناطق كمان من شمال الصعيد، مع نشاط رياح كمان اللي موجود على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، هيكون في اتربه عالقه في الجو في سماء القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري. يمكن النشاط الرياح والاتربه العالقه بتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه على الطرق، فمهم جدا ناخد بالنا من انخفاض الرؤيه الافقيه خلال فتره النهار بسبب الاتربه العالقه. متوقع ان يستمر معانا ارتفاع درجات الحراره غدا الاثنين ان شاء الله، لان متوقع كمان العظمى غدا تكون 27 درجه مئويه على القاهره الكبرى، لكن مع مساء يوم الاثنين، مع مساء غدا ان شاء الله ودخول فتره المساء، هنبدا نتاثر بكتل هوائيه مختلفه، منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، وايضا منخفض جوي موجود على سطح البحر المتوسط، هيبدا معانا حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. حاله عدم الاستقرار دي هتبدا فتره المساء على السواحل الشماليه الغربيه، وهيكون فيها سقوط امطار متفاوتة بالشده، والامطار دي ممكن تكون رعديه احيانا، مع تقدم الوقت وحركه المنخفض الجوي هيبقى ذروه الحاله يوم الثلاثاء ان شاء الله، وامطار دي هتشمل القاهره الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، محافظه البحر الاحمر وسيناء ومدن القناه، فهتعود تاني الاجواء الشتويه على اغلب محافظات الجمهوريه. في انخفاض في درجات الحراره هيكون ملحوظ يوم الثلاثاء ان شاء الله، لان متوقع ان العظمى تنخفض وتوصل 20 درجه مئويه على القاهره يوم الثلاثاء القادم، مع انخفاض درجات الحراره كمان هيكون في نشاط للرياح هيزود احساسنا اكثر بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس، هيؤدي لاضطراب حركه ملاحه بحريه على البحر المتوسط، وممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه، فاحنا مهم جدا في الفتره دي ناخد بالنا، بلاش نخفف الملابس بشكل كبير خاصه فترات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، لان الاجواء الشتويه هتعود مره اخرى، لازم تكون القياده بهدوء تام فتره تكون الاتربه العالقه او اي ظاهره جويه ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. مهم جدا نتابع النشره الجويه بصوره يوميه، لان الفتره دي فتره انتقاليه بيكون فيها تقلبات جويه حتى سريعه في الحاله الجويه. طيب يعني حضرتك نوهتي ان فتره تقلبات جويه، فما ينفعش نخفف اي ملابس دلوقتي حتى باستمرار ارتفاع درجات الحراره وهترجع تنخفض تاني، وده تنويه مهم جدا. بنحب نشكر حضرتك دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة درجة الحرارة العظمى هتكون 29 والصغرى 16، أما في العاصمة الإدارية العظمى 29
والصغرى 15. في اسكندرية العظمى هتكون 23 والصغرى 13. أما في العلمين الجديدة فالعظمى 23 والصغرى 13 أيضا. في مطروح العظمى هتكون 21 والصغرى 12، وفي دمياط العظمى 27 والصغرى هتكون 14. في بورسعيد درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15، وفي الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 12. أما في السويس فدرجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14، وفي العريش العظمى 28 والصغرى 14. في سانت كاترين العظمى 22 والصغرى 6. أما في طابة فدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14. في حلايب العظمى 27 والصغرى 16، وفي شلاتين العظمى 30 والصغرى 15. شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18، وفي الغردقة الحرارة العظمى درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16. نروح للفيوم، درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 11، وفي بني سويف العظمى 29 والصغرى 11. أما في الوادي الجديد فدرجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11، وفي أسيوط العظمى 29 والصغرى 12. في سوهاج العظمى 29 والصغرى 13، وفي قنا العظمى 30 والصغرى 13. في الأقصر درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13، أما في أسوان فدرجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14. ودي كانت نشرة مفصلة عن أحوال الطقس، ودلوقتي عودة لأحمد وباسنت واستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا.